قرطاجي في الاوراق قوي وصحيح عندهم ايكيبا متميزه برشا خادمين عندهم 5 سنين فما اوتوماتيزم بين بعضهم مالغري سا احنا اون بيان جوي مكانتنا موجوده ان شاء الله بالخدمه توجي بطبيعتها مانيش نسلموا عم سليم ماهيش كذبه ان شاء الله عم الجي شكرا ليك يسرى وحظ اوفر ان شاء الله. اول حاجه مبروك نادي النسائي بقرطاج يعطيهم الصحه على الماتش اللي قدموه. ثاني حاجه انا الحقيقه صحيح توجعت خاطر الناس كل تحب تربح سورتو كي توصل الفينال هذه اول فينال للنادي الافريقي بعد 26 سنه هذا ديجا انجاز وميساج الخساره تعلمنا ونجمو كي نبنيو عليها باش نخدموا العام الجاي ان شاء الله. شكرا ليك امنا وحظ اوفر ان شاء الله. يعيشكم بارك الله فيكم على التغطيه هذه للدور النهائي. قبل كل شيء انا اذا هذا وصلت النادي الافريقي وصل للمراتب الاولى ولعب يعني الدور النهائي هي قراصة الاداره من اول العام ما نكذبش عليك ماك تعرف اي طلب من الجمهور الا ما قاعدين يلبيو فيه دونك الجمهور كل شد باش ما تحلش كره الطايره يعطيهم الصحه الرئيس يوسف العلمي يعطيه الصحه زياد بوخريس لمينا البنايات حاولنا ناطروهم خدمنا ما نكذبش عليك خدموا بلا برشا تعبوا برشا والحمد لله يا ربي وفقنا فما ما خلطناش باش نزلوا دور النهائي ان شاء الله المره الجايه بعد 26 سنه البنات موجودين يعطيهم الصحه وبرافو شكرا ليك.